خلينا في البداية نسمي الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة لوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل الشيطان ولا أنفسنا منها نصيب، وتقبلها منا بقبول حسن برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بحق مقامنا بين يديك يا ربنا، يا ربنا لم نخرج أشرا ولا بطرا ورياء ولا سمعة، لكن خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول في البداية أنا ببقى سعيدة جدا جدا، يعني وانتوا بتقولوا المقدمة وبتقولوا يا فتاة ويا أختاه، عارفة الواحد رجع كده لذكريات الجامعة. خليني قبل ما نتكلم عن إزاي يبقى عندي وعي في مرحلة الحياة الجامعية، وإزاي أكلم بنات الجامعة إيه اللي محتاجينه وإيه المشاكل اللي بتواجههم، وإزاي إن إحنا ممكن نتغلب عليها ولا نخسر، يعني إحنا عايزين يعني نتغلب عليها ونحلها ونطلع منها كسبانين. اقول لكم شويه مصطلحات كده احفظوها مني يا بنات في البدايه، ان افضل فتره، تاني افضل فتره وافضل مرحله عمريه بتعيشوها هي المرحله بتاعت الجامعه. اللي بيحصل وقت الجامعه ده من الانشطه او التعرف على البيئات المختلفه، الثقافات المختلفه، الاصدقاء اللي موجودين، دولت افضل بجد افضل فتره في حياتك. فاحنا عايزين نستغلها افضل استغلال، بحيث خلي بالكم نطلع منها كسبانين. احنا في مرحلة الحمد لله مرحلة جيدة، ومرحلة من الوعي مختلفة عن مرحلة الروتين بتاع المدرسة وهكذا. ورقم اتنين، ان ازاي ان ده يساعدني على الحياة اللي بعد كده او حياة ما بعد الجامعة. الحاجات اللي بتحصل في الجامعة من انشطة او ثقافات او حتى مواقف المشاكل اللي بتحصل بينا ما بتتنساش يا بنات، ما بتتنساش، بتبقى فترة فعلا من الفترات لو عرفت تستغليها صح ترجعي تقولي يا ولا يوم من ايام الجامعه. احكي لكم موقف. احنا كنا في اولى جامعه، وبعدين في اواخر الترم الثاني، يعني زي دلوقتي كده قبل الامتحانات، اللي هي الجلسه بقى القعده اللقاء اللي قبل الامتحانات الختام بقى. فجم اخوات من سنه رابعه وسنه سته بشري، وجم يعني يقولوا لنا لو يعاد بينا الزمن تاني، يعني انتوا في فتره واستغلوها. وبعدين قعدوا يعيطوا، قال لها طب تعيطوا ليه وانتوا هتنطلقوا للحياه؟ ما فهمناش الكلام ده الا لما بقينا في سنه رابعه واللي بقى في سنه سته، وفعلا بقوا افتكروا الموقف اللي كان الاخوات اللي كانوا في ساعتها بيقولوا لنا هي دي افضل فترات الحياه. فعلا افضل فترات الحياه لو استغلناها صح. شوفوا يعني لما بنيجي نتكلم عن مرحلة الجامعة بنتكلم عن حاجتين، أنا يبقى عندي وعي أصلاً بقيمة الوقت اللي أنا فيه، وإزاي إن أنا أستفيد 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 بكل ما هو متاح. يعني عندك ثقافات مختلفة، اتعاملي اتعاملي ما تتخضيش. عندك اتعاملت مع فلانة والشلة الفلانية ومش عارفة البيئة الفلانية، وبعدين اتلدعت منهم وفكر لا وماله، مش اتعلمتي وعرفتي إن الفترة دي فترة انت او الشلة دي او الموقف ده طلعتي منه بفايدة، او طلعتي منه اتعلمت بعد كده مش هعمل كده، بعد كده هيبقى رد فعلي كده، بعد كده هيبقى كلامي واحد اتنين، وتبقي فاهمة الكلام ده كويس، يبقى ده حلو. انا ما بزعلش، ويا بنات اسمعوا، احنا ما نزعلش من احنا نمشي ونقع، يعني عادي ما احنا طول ما احنا ماشيين هنقع، لكن امتى الزعل؟ لو فضلت واقع، لو ما تعلمتيش من الغلط اللي حصل لك، لو ما تعلمتيش انت كده يعني بصي هتفضل لا يبدو يعني مؤمن من جحر مرتين، اتعلمتي من حاجه المفروض ان انا ما اقعش فيها تاني. النقطه الثانيه بنتعرض لها موضوع المشاعر في مرحله الجامعه والاختلاط، وموضوع بقى الشباب اللي بيجي بقى عارفه بقى المتطوعين بقى، تعالي بقى واعمل لك واحجز لك واجيب لك، والكورسات والتلخيصات والقصص دي. لو احنا كدفعه وشله في قلب جروب ده اوكي تمام، احنا في جروب واللي بيتكلم بيتكلم جوه الجروب، مش بعمل بقى مش سايبه كل الكلام البنات اللي على الجروب واجي اعمل ايه ريبلاي على دلوقتي الواتس بيعمل لك رياكت على الكومنت دلوقتي، فاجي اعمل على كلام الولد او ياخدني على الخاص ياخدني. لا احنا عندنا سمت وهويه، انا عايزاكي زي ما انت داخله قلبك غض تطلعي نفس الكلام. واللي عايزك يا بنت الحلو، خصوصا خلونا اتكلم في النقطه دي عشان نعدي على العمل التطوعي بعديها لانها مهمه برضو. اللي عايزك يا بنتي، اللي عايزك وانت لسه في فتره الجامعه، عارف يجيب موبايلك زي ما عارف يجيب، عارف يجيب اهلك يجي منين والكلام ده ويخش من الباب. اما موضوع النط على الراوتر ومن الشباك ومش عارفه ايه واصلحنا كذا، ده ما بينفعش، وانت ذات نفسك بتقللي من قيمتك في الامر ده، ده نقطه.
النقطة التانية المهمة اللي أنا عايزاكي تخلي بالك منها، المعاملات، الحدود ذات نفسها. أنا ما بقولكيش القوقعة على نفسك، لكن بقولك خلي بالك من سمتك، الكلمة اللي طالعة، الضحكة اللي بتضحكيها في الطريق العام. لو أنت وأصحابك مش عارفة الساعة كام والساعة 2 وعملتي مش عارفة على جروب الدفعة إيه، في حاجات كده وتكات تخلي بالك منها. طب ما خدتيش بالك وحد تعدى عليكي او تعدى او تجاوز في الكلام معاكي بره الاطر، اطار كده انت حاطاه لنفسك، ها؟ طب يا بنات اللي فاتح المايك اقفله حبايبنا. فلو انت تعدى بقى الاطر اللي انت حاطاها لنفسك دي، لا شكرا، لا شكرا، بوقف الناس عند حدها، والكل يبقى عارف التعامل مع مثلا الاسماء الموجوده، شيماء وامنه ولا علياء ولا ايمان، لا معروف التعامل مع الاخوات دي او الطالبات دول، دول ناس محترمه ما عندهمش القصه دي. خلي بالك من النقطه دي، لان النقطه دي مهمه. وزي ما احنا لوك كده في البنات، عند جروبات الشباب نفس الكلام، خلي بالك. لا دي عادي بتتكلم عادي، لا دي مش عارفه بتروح، لا دي عادي، ويتقال عليكي كده ويبقى سمت، وده اللي موجود. طيب النقطة رقم 2، أنا هقول خطوط عريضة وبعدين أسيب لكم مجال الأسئلة. أنا النهاردة مش أنا هحط المحاور، أنتوا اللي هتقولوا أنتوا عايزين النقطة دي نعمل فيها إيه، المحور الكلام ده نتكلم فيه إيه، وهسيبكم. بس عندي النقطة بتاعت العمل التطوعي. أولاً حس المسؤولية، دي النقطة رقم 2 اللي بستفادها من حياتي الجامعية، حس المسؤولية. بتقومي ولازم تطبقي سريرك يا حلوة لو أنتِ قاعدة في يورت. أنتوا الجامعات بتاعتكم بتدرس تركي ولا بتدرس إنجليزي؟ تركي، تمام. لو انت قاعده في يورت هتبص تلاقي الهيصه ما شاء الله، ولو في ده لو في ميكيا، لو في اكل بيتقدم بقى ما شاء الله. فانت هتعتمدي على نفسك في الترويق، في الغسيل ذات نفسه. ولو انت زي ما قلت لك في يورت بتستني الدور، ولازم يبقى في وقت معين وحاجه معينه والقصه دي. تعليم نظام، انضباط، حس المسؤوليه، حس الاعتماد على النفس بره اطار ماما وكذا واعمل ايه وتروحي تلاقي الحاجه جاهزه. طيب النقطه رقم 2، نقطه العمل التطوعي. انا عايزه اقول لكم اجمل يعني تكوين لشخصيه البنت في الجامعه، المشاركه في لجان الثقافيه والاجتماعيه والعمل التطوعي. احنا ما بنقولش يعني تعيشي كده، حلو حلو وماله ان انا اذاكر واجيب تقدير، وده احنا يعني ده شيء اساسي، بس انتوا عارفين اني خليكوا هلا مع التعليم الموازي. يعني انا اجيب افضل فترات العمر، افضل لحظات العمر هي فتره الجامعه، واجي اقول لك انكبي بس على المزاوية. فين يا بنتي حياتك؟ فين تكوين شخصيتك والكاركتر بتاعك؟ فين ان انا اروح ويبقى عندي مهارات تواصل مع الاخر، وبعرف اتكلم وبعرف اعبر عن نفسي، نبقوا سواء من دلوقتي، وهصاحبك اهو اتعلمي فيهم، بدل ما اطلع بره اطار الجامعه بعد كده وتروحي بقى بره اطار الجامعه لسه الحياه، وتخشي تتصدمي بقى في عيله وعريس وبتاع، هوب مش عارفه اعبر عن نفسي اللي جوايا. طب ما انت عندك حياه كامله متكامله، عبري عن نفسك وتعرفي يبقى عندك مهارات اجتماعيه ومهارات تواصل، وازاي اعطي الاخر، وازاي جاز ده مهم جدا. لكن كون ان انا بقى اقتصر حياتي لوحدي غلط، انا مش عايزين كده. انا عايزه الجامعه وانت فيها، وانت في اجمل سنين عمرك دي، عارفه كده موازنه الوقت. احنا دايما لما بنيجي ندي مثلا تخطيط، وخصوصا في الفتره بتاعه الجامعه دي، نعمل ايه؟ اقولك ايه، حطي لك مستهدف 3 شهور، حط. وبعد المستهدف 3 شهور ده، يعني الترم الاول راح، وبعدين الترم تاني على الاقل في ايفنت او 2 في كل ترم، على الاقل في عمل تطوعي في كل ترم انت مشاركه فيه، على الاقل انت عندك دايره من الصحاب ودايره من الاصدقاء ودايره من المعارف، وبعدين عندك الانتمتين 3 اللي بنقعد نلوكلوك معاهم، يعني لازم ده. لكن اطلع من الجامعه ويصعب عليا جدا وتجيلي بنوته مثلا تقولي يا دكتوره انا خريجه السنه اللي فاتت ومن ساعه ما اتخرجت وانا لوحدي تماما، لا حد بيرن عليا ولا انا برد على حد ولا حد بيسال عليا ولا كان ليه. يا بنتي فين الصحبه؟ طيب فين الشله اللي كانت موجوده؟ مفيش، ما كانوش. لا دي فرصه ونتعلم، مش عيب نعمل لكم مره دوره واثنين وثلاثه ان شاء الله يا رب لو ربنا احيانا، نعمل لكم ازاي؟ نعمل دوره تواصل واتصال، لان يعني في فرق الشاسع بين الاثنين، نعمل دوره تواصل ودوره اتصال، ونعمل ورش وكل واحده تطلع تقول، تمسك المايك وتطلع تقول، بحيث ان احنا يبقى عندنا المهارات الاجتماعيه، امتى اتكلم، فن الرد،
في بقى كمان مش فن الرد، احنا كحريم لازم نتعلم فن الردود المسكتة. الله. يعني انا الناس كده اللي قدامنا ازاي نوصل لمرحلة اسكات الغير؟ فن الردود المسكتة بالادب وبالذوق وبالاحترام. ازاي ان انا مثلا اعرف احل مشكلة واطلع فيها مش خسران 50-50، اطلع ايه وين تو وين، انت كسبان وانا كسبان، لا تتعاديني ولا عديك. اعمل ازاي تفاوض في امر، ازاي والا اقدر استغنى عنه والا. ومن فنون التفاوض ان انا احط مثلا شروط تعجيزيه عشان لو تم رفضها يبقى امشك على الشروط الصحيحه. كل الكلام ده كل ده اداره لازم اتعلمه. فتره الجامعه فرصه لصقل المهارات واخد دورات موازي، انا بقول كده سواء علم الاداره ولا علم التنميه الذاتيه ولا الكلام ده، انت محتاجه ومحتاجه انك تتعرفي، مش عشان بس بعد كده تقول لك المستقبل بقى وجوزها وعيالها ومال، اوكي تمام على الراس، لكن ليكي انت كمان، انت بني ادمه ليكي شخصيه مستقله، ليكي كيان تعرفي تتحطي في اي مكان، اعرف ارد واعرف اتكلم، وده مهم جدا. يا بنات كل اللي انا بقوله ده يعني ما بصوا، كل اللي احنا بنقوله ده اخد باسباب وحاجات تنفعنا في الدنيا، تمام كده؟ كل ده ليس له قيمة لو فقدت قيمتك كأمة وعبدة لله وإنسانة تحترم نفسها قبل ما بتطلب من الآخرين يحترموا. لو أنا فقدت علاقتي بربنا حزينة، أقسم مهما تروحي بقى في أي حتة ومهما تتفسحي وياخدوكي، بص يقول لك أنا هروح مش عارفة فين، فتيحة قفلت الحجز دلوقتي، مش عارفة جزر إيه قفل، يا إحنا لسه بدأ الصيف عشان تقفل. شوفي مهما كلها نركب الكبادوكيا مش عارفه نعرف اسمه ايه بتاع المنطاد ده، كل المتعه اللي ممكن تتخيليها وتتحكي مش هتبقي مبسوطه. ليه؟ في حاجه ناقصه، في علاقه بينك وما بين ربنا مش موجوده، في المناجاه مش موجوده، القيام، حس انك انت ليكي سند وليكي ركن شديد تركني اليه مبوظاه. مش بنقول مش هنعيش من غير معاصي، لا يعني الدنيا كلها لازم كده، يعني هي دنيا، امر طبيعي ان احنا نغلط فنتوب، فنغلط تاني فنتوب تاني، نغلط عشر نتوب عشر، نغلط 200,000,000,000 مرة احنا نفس الكلام هنرجع تاني. النقطة دي مهمة جدا، ان يبقى لك حل، اوعي تفقدي عبوديتك لله عز وجل. الاخوات اللي فاتحين المايك على الزوم، اخوات اقفلوا. لو فقدت عبوديتي لله، النقطة دي نظرتي النفس ذات نفسها مش كويسة، مفيش حاجة بتتم. عايزة ربنا يهديك ويوفقك ويرشدك ويسددك قولا وفعلا وحالا، حسني علاقتك بربنا. أقل حاجة اوعي تضيعي الصلوات، اوعي. انتوا عارفين مرحلة الجامعة جمالها في ايه وخطورتها في ايه؟ جمالها ان عندك حس المسؤولية الفردية، خطورتها في ايه؟ عادي، لا ماما موجودة ولا بابا موجود ولا حد هيبص صليتي ولا ما صليتيش، قصرتي الطرحة ولا طولتيها، عملتي كذا ولا كذا. لكن حس ان انا المراقبة الذاتية ليا وبين ربنا ده اللي موجود. لو فقدتيها، لكن لو انا مستمرة فيها ولو نجحت فيها انت ناجحة. النقطة رقم 2، صدق اللجوء الى الله في كل مشكله قبل ما اخد حاجات اللي هو الاسباب اللي موجوده في الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاها لنا ان احنا ناخد بيها. احنا ام قايمه على السببيه، العالم كله والدنيا كلها قايمه على السببيه، ومامورين ان احنا ناخد بالاسباب. لكن لما نيجي بقى بعد موضوع الاخذ بالاسباب دي، تيجي فين ما ترجعيهاش لرب الاسباب، فاضيه، ما بتتم، في عدم فرحه، في عدم استمتاع. لكن لو قرنا الاثنين، الله، يا سلام بقى لو لقيت الصحبه. ليه؟ لان الصاحب ايه؟ ساحب. الله، دي بتمشي على سبيل، دي بتروح شويه يقول لك كده، دي بتيجي عادي وبتركب على بتروح شويه، استغفر الله. وصاحبتها، مع ان كل صاحبتها بريئه براءه الذئب من دم ابن يعقوب، ولكن علشان صاحبتها عملت فيتقال فلانه زيها. لا، اختاري وادعي دايما، والله يا بنات، والله ومجرب، ادعي دايما يا رب، يا الادمن ما تقفلوش عليا الصوت ميوت. خلوا بالكم. طيب، ادعي دايما ان ربنا يرزقني الصحبه اللي نفس الفكر، اللي تحافظ عليا، اللي يب انا وهي يلا نروح الجنه مع بعض ونعين على بعض. الاربع محاور دول
اللي احنا قلناهم دول لا غنى عنك فيهم في موضوع الوعي، المهارات الفردية، حس المسؤولية، المسؤولية الفردية، الاعتماد على النفس، والعمل التطوعي، والأنشطة الثقافية والأنشطة الاجتماعية، ودي أجمل فترة تستغليها، الاستعانة بالله، أبدا ما تستغني عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ده اللي عندي أقوله لكم. طبعا يحيط ده كله العبودية اللي فيها الاختلاط، خلي بالك، المراقبة لله سبحانه وتعالى، مش أبويا وأمي مش موجودين فأنا أعمل اللي أنا عايزاه، لا، مراقبة لله سبحانه وتعالى، المحافظة على الصلوات في وقتها مع السنن النوافل، عبوديتي لله كامل. أنا عايزة أقول لكم إن عدد آيات اللي الله سبحانه وتعالى في القرآن بيأمرنا بيها بالأخلاق والتعامل والأخلاق الحسنة ما يزيد عن 1000 آية. آيات العبادات 100 وشوية، يعني 10 أضعاف الكلام في القرآن من آيات العبادات لآيات الإخلاق، 10 أضعاف أخلاق. فالدين معاملة، ما تقوليش بقى وكذا لا لا لا، أنا عايزة ماشي كمان صلاة وقرآن وكذا، وأشوفه في سمتك، أشوفه وقت إذا خلوا بمحارم الله إيه اللي حصل، لما بعدت عن أبي وأمي إيه اللي حصل. هو ده، هنخلي بالنا يا بنات من حاجة زي كده. هسيب مجال طبعا للأسئلة، المحاور إيه تانية اللي انتوا عايزين نتكلم فيها أو أسئلكم. ياريت بقى الأخت اللي معاها المايك تشوف الأسئلة وتقولها لنا. اتفضلي يا بنات لو اي حد عنده سؤال ممكن. هو الشات هنا فيه حاجات اهو، بس طبعا ان شاء الله عينيا مش هتعرف تجيب ده. حد بيقول المشكله في الصحبه ان مش بتكون كويسه، ايه ده؟ وانت حددي لنفسك اطر اللي بتقول الصحبه، دور ادعي ان ربنا يرزقك الصحبه الصالحه، صحبه كده زي سيدنا ابو بكر مثلا مثلا والصحابه اللي كانوا حوالين النبي عليه الصلاه والسلام. وفي نفس الوقت يا بنات، مش بس ادعي، اسعى، وتبقى انت ليكي سمت اللي هيجي لك هيبقى شبهك على فكره، ما تخافيش من حاجه زي كده. عايزه رقمي؟ تمام، رقمي مع ايمان اسماعيل. قولوا لي بس، احنا طلاب جامعه، انتوا ايه، سواس صح؟ ايوه يا اهلا يا اهلا، ان شاء الله باذن الله نجي لكم بعد كده مباشر ان شاء الله. يا ريت والله يا خالته. ايوه ان شاء الله، انا هبتديها ببورصه ان شاء الله، وبعد كده هنلف عليكم كده باذن الله. الدكتوره مريم ماجد بتقول ينفع تكلمينا اكتر عن الاختلاط. بصوا يا بنات، عشان اللي بتجيلنا المشاكل في الفتره دي، انا هجاوب على السؤال ده، ومن فضل بعدكم الادمن بقى يبقى هو يقول الايه، يقول بعد كده الاسئله اللي موجوده. موضوع الاختلاط والتعامل مع الشباب في فتره الجامعه، بصوا يا جماعه، حاليا بيبقى في جروبات لكل دفعه، تمام؟ لا حرج، ساعات بيبقى الـ هي اسمها ايه يا شفاء، البنت اللي بتبقى مسؤوله من الـ من الـ من البشكان، من الدكتوره للدفعه، يعني في حد كده مش فاكره اسمها ايه بالتركي، اللي هي بتبقى الدكتوره مفوضاها للدفعه، كانت يومنا هنا كانت عرفت. المهم بيبقى في مثلا طالب او طالبه، ده اللي انت مفوض من قبل الدكتوره او دكتور الماده ان هو يعمل ايه، ان ايوه ان هو ياخد الايميلات منكو، يرفع معرفش ايه، ان هو مثلا لو في مشكله هو يرفعها للدكاتره. فالكلام بيبقى على قلب الجروب الواتس ذات نفسه، تمام؟ الاسئله بتتحط كلنا بنرد جماعي، بس مفيش داعي بقى لايه، للتعليقات اللي ايه، اللي هي مشخصنة الفرد، احنا برد على موضوع عام او حاجة عامة انا عارفاها وهكذا. طب جه خدني على الخاص، لا خدني على الخاص، خدي البتاع وحطيه على الجروب العام وردي على الجروب العام. انا بقولك اهو، لان البداية بتبقى هنا، وبعدين انا تحسي باهتمام بقى زيادة، وبعدين ده هو ما شاء الله مش بس بقى اهتمام زيادة، لا ده لما بقى ابتدى بقى، لا ده انا هجيب لك الملخصات، انا هعمل معرفش ايه، انا هعمل وهكذا. فالدنيا انت بتحسي، ما تقولوليش، الحريم عنده ما شاء الله 200 قرن استشعار، هو بيعرف، يعني احنا بنعرف الاهتمام وده بيبقى ازاي، وبتبقي حاسة بالكلام ده. الفترة اللي انت فيها دي واللي معاكي صاحبك ولا زميلك في قلب، ما فيش حاجة اسمها صاحب، الزميل، زمالة الدراسة، هو حاليا
حاجتين، يا اما ظروفه غير مسامحه ماديا ان هو يجي ويتقدم والكلام ده، يا اما واد زي الفل وبيشغل وعامل وهيعرف يفتح بيته والكلام ده، اعرف كتير من الطلبه كده، تانية جامعة، تالتة جامعة، وراح خطب وبتاع وبيشتغل ويقدر يفتح بيت ويصرف على نفسه وهكذا. حلو، بس عمل ايه؟ دخل بيت. لكن الشغل اللي بره البيت ده لا، بتبقى سمعة. صدقوني صدقوني، انا مش عايزة اقول اكتر من كده. يعني انا على جروبات الشباب كمان المفروض، يعني لو تعرف، مش عايزة اقول اكتر من كده، بس يعني الكلام الظريف لو تعرف ان في حد بيكلم وعادي منفتحة والكلام ده، يقول لك لا الجروب بقى فلانة وفلانة وفلانة، خلاص تبقى معروفة لبقية الشلة. انا مش عايزاكي كده، لا عايزاك رخيصة ولا عايزة يتقال عليكي كلمة، لا انت بصي بدر منور في السماء، لؤلؤة بجد. فلم تسمحيش لا ترخصي نفسك ولا حد يقول عليكي حاجه، واللي عايز حبيبتي الباب مجبور، ما تقولش لا والله في العرسان، في العرسان ما نقولش لا على العرسان، بس يخشوا من الباب، اما اي حاجه تانية لا. والولد صدقوني لما بيعرف ان في دايما الممنوع مرغوب، لما بيعرف فيني تمنع ودي رفضت ودي كذا وده حاولت وفلان وكذا وكذا، في ايسر لو في نصيب، والله لو في مزنبيقه هيجي طالما ده النصيب، تمام كده. أسئلة تانية إيه؟ ها؟ بتقول الواحد كيف يعمل لما بيكون عنده أصحاب من ثقافات وديانات مختلفة، هم منفتحين بس أنا بمشي معاهم، في عاجبني يعني. طيب يعني حبايبي برضو بتوع جامعة قطه نفس الكلام، يعني يقول لك ايه، يعني احنا احنا لنا سمت ولنا كذا، ولكن عددنا واحد اتنين فراده فراده، والباقي الغالب الاعم كله بثقافات مختلفه وديانات مختلفه. اللي يجمعنا دي زمان، وفي في 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 صاحب للطريق، وفي زميل للوقت والمكان، تمام كده، وفي صديق، وفي اخوه في الله، وفي انتمى بقى يعني. فالزماله او الصحوبيه، صحوبيه الطريق رايح وجاي، او احنا في دفعه واحده، او بيجمعنا عمل، ليكم فكركم. لكن لو قابلتك حاجه بقى غلط وشفتي حاجه حقيقيه تمس عقيده او دين او كذا، ومن احسن قولا، اتصل بيمنى، لان انا عماله اتصل عليها وتقفل اللايف. لا قولي من بقى، لو انت عندك اساليب الاقناع، لو انا حد مثلا جاي تتكلم بتتكلمني في الحد، تقول لك خلاص ما لكم دينكم، لكم دينكم، انا مش تيجي تفسدي عليا ان ما فيش ربنا وفين الرحمه والرحيم، ده مش استغفر الله مش موجود، وتيجي تتاولي على الله زي ما انا بحترم مساحتك الشخصيه، انت كمان تحترم مساحه الشخصيه، ودي الحريه، ان تعملي كذا بلم تضريني او تتعدي على معتقداتي او حالي. فانت لازم يبقى عندك ردود، ولازم يبقى عندك الحاجات دي مهمه جدا. لقيتي نفسك لا مش هتعملي، يبقى شكرا على قد الحاجه اللي احنا بنتعاون، ادوني انا هلخص ماده وانتوا تلخصوا ماده، وبعدين نعمل تعاون مع بعض بحيث ان بس. لكن ما تبقيش من قاده، ما يبقاش هما اللي جارينك، ما يبقوش هما اللي شادينك، وتروح هويتك وتروح حالك وتروح مقالك في امر علشان خاطر رايحين نتعلم علم دنيوي، يبوظوا علينا الدنيا والاخره، بوظوا عليك الدنيا والاخره، تمام كده. ها هو لو انا عندي معصيه مش قادره اسيبها، ومهما حاولت نفسي بتضعف كده، ربنا ممكن يكرهني او يغضب عليا؟ حبيبتي 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 صاحبه السؤال، يعني طيب، اولا يا بنتي مفيش حد بدون معصيه. اسمعوني يا بنات، بنات جامعه وخريجات وثانوي كمان، بصوا يا بنات، مفيش حد ما بيعملش معصيه، مفيش حد يعتريه الذنب بين الفنيه والفنيه، ولكن العبره في ايه؟ توبه. عملت مليون مره، توب المليون واحد. المشكله ان الشيطان بيخش لك من المدخل ده، يقول لك ايه؟ مفيش فايده فيكي، ما انتش نافعه، كل ما التوبه تعودي، كل ما اقول يا رب اخر مره هتعودي، مش مشكله. اوعي يأسك. ودايما يبقى عندي يا رب يا رب يا رب، انا يا رب الامر دوت كذا، ويرعيني يا رب، روحي. تقول لك لما انت تبقي كذابه بقى، يا كذابه بتكذبي على ربنا، ده إيه ما انت قلتي وعملتي، فانت كذابه بقى تبطلي كذب. لا غلط. هو انت لما بتبقي تايبه لربنا ورايحه بقلب مش من جواك، دي اخر مره يا رب، والله مش هعمل كده تاني يا رب، عيني يا رب، قولي. الواحد بيبقى بيتوب واستغفر وهعمل بقى هعمل ده. لا ما حدش بيعمل كده. فالاستغفار ان انت تبقي ذاتك، انت ذات نفسك من جواك، يا رب انا صادقه النيه في الامر ده. يعني طب جات وسوسه تاني وقعت، توبي تاني،
قومي يلا اتوضي. النبي عليه الصلاه قال كده، يتوضا ويصلي ركعتين دون الفيض، مش زي ويصلي الركعتين ويتوضا ويصلي اغفر لي يا رب. الراجل جه للنبي عليه السلام بعد صلاه العشاء وقال له فعلت كبيره كذا، قال له احضرت معنا الصلاه الاخيره، عطلت معنا صلاه العشاء؟ الله قال ان الحسنات يذهبن السيئات، وما سالوش. هو جاي يقول له انا عامل كبيره، حضرت معنا الصلاه الاخيره؟ قال له نعم يا رسول الله. قال ان الحسنات يذهبن السيئات، بس خلاص طوبي بينك، لكن بشرط لا تجهري بيها ولا تحدثي حد، صاحبتك ولا اي مخلوق. قاعده تقول لك ايه اصل انا بقى خطيبي جه وده طيب قوي فانا لازم اقول له واقعله. مين اللي قال؟ اوعي تعملي الغلطه دي، اللي عساك بينك وما بين ربنا، طوبي بينك وما بين ربنا، اذا خطيبك ولا ده مش وسيط دوت. ما تقوليش ولا تهتكي ستر الله عليكي ابدا. طب استغفري وتوبي وان شاء الله ربنا يتم ستره عليك يا بنتي. النقطه الثانيه ان انا اتبعها بعمل صالح، استغفار، ذكر، ركعتين، بر والدين، قراءة قرآن وهكذا. أدعو الله سبحانه وتعالى، لكن نيأسك الشيطان أبدا، لا دي فرحته. يوقعك يصغر لك الذنب في البداية، ما الناس كلها هي يعني عملتي إيه يعني، ما الناس كلها بتعمل. وبعد ما استغفر الله العبد يقع في الذنب يجي يقول له إيه؟ إيه بقى أنتش نافع، كل ما تعملي وتتوبي هتقعدي فيه، ما أنتش نافع ولا ولا توبتك نافعة ولا حاجة من عندك نافعين. فهي دي الكارثه بقى. فيحصل ايه؟ يحصل عندي كده، فما تستغفريش. لا ده انا استغفر واستغفر واستغفر. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا عنده من التوابين، اللهم امين. ايه كمان؟ انا دايما بحس ان انا مش قادره اسامح نفسي. جلد الذات. طيب. طيب بصوا يا بنات. اما بحس ان انا بعمل حاجه مثلا، حتى لو مثلا حاسه ان هي حاجه ما ينفعش بالنسبه لاخلاقي ومبادئي وتربيتي، ببقى عايزه يعني مثلا بعد ما بدرك ان هي مش صح، ببقى عايزه اروح اقول لماما واعيط واقول لها انا اسفه، وان انا ما كانش ينفع ان انا اعمل كده، وان انت بتتعاملي معايا كويس، وان انا ممكن اعمل حاجه تزعلك. فده بيتعبني اكتر ومش عارفه اخرج من المود ده خالص. طيب هقول لك على حاجه، موضوع تأنيب الضمير شيء طيب، قلبي لسه حي في حته بتنغص فيه، لكن جلد الذات عماله على بطال، ده هي اصل الام، اصل مش عارفه ايه، اصل ما كانش المفروض، اصل انا ديني، اصل احنا بشر. اقبلوا بشريتكم، احنا بشر، لما نقبل البشريه بتاعتنا هنتصالح مع انفسنا ونتسامح ونرجع ناخد الخطوات. الاصلاح استغفر، العزم على الا اعود، واتبعها بامر. جميل جدا جدا لما الله سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ امنوا وعملوا، تابوا وعملوا، تابوا وعملوا الصالحات، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. الثلاثه، تاب وامن بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله انا مصدقه موعود ربنا سبحانه وتعالى، ثم اتبعه بعمل صالح. الحاجه اللي انا عملتها غلط لو انا قدرت، وده كان في مجموعه من البنات تقول لك ايه؟ احنا كل ارض وكل مكان اتعمل فيه معصيه او بعد او غفله، طبعا دول ملائكه، تقول لك اتعمل فيه غفله عن ربنا سبحانه وتعالى، احنا نروح في نفس المكان اللي كان فيه غفله ده ونعمل فيه طاعه ربنا سبحانه وتعالى ونعمل يقظه قلب. وكانوا مجموعه تحفه جدا، المجموعه دول كانوا تحفه جدا. المعنى ده معنى طيب قوي، كان في واحده منهم كانت في رابعه بشري، و كنت دايما اشوف انا، وكان مفروض ودايما تأنب نفسها، دايما تأنب نفسها. قلت لها تعالي هنا، انت معقداني في حياتي يا بنتي، انت ماسكه مأنبه نفسك عماله على بطال ليه؟ طب ما تعملش، انت عارفه ما تخليش الاحساس انك انت ما كانش ده قدرك، ما كانش المفروض يطلع منك يا مؤمنه، ما كانش اصل امك، اصل ابوك، كل ده ما تخليش ده يقعدك، خلي ده يدفعك للعمل. اوعي تخلي ده يقعدك عن العمل، خليه يدفعك. تأنيب الضمير وجلد حلو بس بمقدار، بحيث ان انا اقوم انهض تاني ويدفعني العمل الصالح واتعلم. اللي فات ده انا اتعلمت منه، خلاص شكرا شكرا، مش هعمل كده تاني. طب وادي تاني مش ماله، اتعلم من جديد. بس طبعا الذكي والناصح والفطن ما يقعش في نفس الحاجه مرتين. ده الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين مشكلتنا ايه كبنات؟ والله اسمعوني يا بنات، والله لان الامر ده والله بيسأل قلبي، بيوجعني بجد. تبص تلاقي البنت، احنا عاطفيين جدا، احنا كحريم ماشي، احنا عاطفيين جدا. يعني تبص تلاقي مثلا حد اذاكي وبعدين خلاص سامحتي مره، رجع اذاتك تاني تسامحي تاني وتالت، تروح مش عارفه حصل ايه، ف
تيجي اما اكلمه لها يا بنتي يعني انت ما اتعلمتيش، ما حصل موقف اهو وربنا اداكي انذار اهو، كارثه بقى لو كانت علاقه كمان وربنا اداكي انذار اهو ومش عارفه ايه كل الكلام ده وما اتعلمتيش وبتعيدي نفس الخطأ تاني. اصل هو قال فقلت اديله فرصه المره ال10 مش يبقى فتره الخطوبه مش قرايه الفاتحه سهل يعني، خدي الخطوات اللي مبين لك طبيعه الشخصيه قبل ما يبقى كاتب كتاب ويبقى دخله. او في العلاقات اللي مع الصديقات مثلا اتأذت منها مرة وعرفت انها اتكلمت عليها مرة واتنين وان البنت دي منفسنة منها كده وعمالة تخبص وراها هنا وهنا هنا وتشوفها ايه 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 وانت اتضح لك مرة حيدي بقى جت اصلها عيطت اصل مش عارفة ظروف وانت بقى احنا ما شاء الله علينا ما شاء الله على القلب بقى فرفري في المشاعر. فلا خلي الاحساس بده يدفعك للعمل وتحيدي الايه العلاقات. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. مين تاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله الله يا اهلا يا اهلا. انا بس كنت عايزه اسال على حاجه دلوقتي في مرحله التزم في التعاطي وكده، واصحابي يعني شايفين ان انا بحاول ان انا اعمل تعاطي، بس لما بغلط في حاجه غصب عني بيقولوا لي يعني هم بيأذوني في السمت وبيأذوني في العبادات وبيشككوا في العبادات، يعني بحاول ان انا اوصل لهم ان عباداتي بحاول اجتهد فيها انا مش ملاك يعني، ف بتضايق بحس ان انا كده مثلا بشوه صورة الاسلام او حاجه زي كده، فببقى نفسيتي بتبقى تعبانه جدا من الموضوع ده. انت اسمك ايه؟ اعرف اتصرف ازاي؟ حاضر. انت اسمك ايه؟ انا حبيبه يا خالتي طلال. حبيب حبيبه سامي والله لا حبيبه هو انت ورانا في كل ورا كلمه اروح حته الاقيك حبيبه. طيب ربنا يكرمك يا حبيبه. طب اسمعوني يا بنات اسمعوني، انا هقول لكم عن تجربتين، تجربه شخصيه وتجربه سمعتها من الشيخ شيخ القطان. قال ان الناس اول ما شافته التزم، الكلام ده طبعا كان ايام الثمانينات، يعني اول ما شافته التزم قعدوا يعيروه بالماضي بتاعه ان انت يعني انت عامل نفسك فيها الشيخ بقى والكلام ده. قال لو كنت سمعت كلامهم ما كنتش بقيت زي ما انا موجود ولا كملت ختم كتاب الله ولا الكلام ده. ده رقم واحد. رقم اتنين تجربة الشخصية، انا اول ما لبست الحجاب وانا في الجامعة رحت اول يوم لا ده كان ليا شله طبعا، فالعيال بقى الشله شايفيني كان عندي السلم بتاع الجامعه سلم زي السلم الملكي كده، عارفه اللي طالعه قصر كده، وانا نازله كده العيال يا خرب كده العيال قلتهم يا خرب بيكم يا ولاد ومش عارفه ايه اللي ايه مش عارفه كانوا بيسموه ايه، يعني مش خيمه لا كانوا بيقولوا عليه حاجه تانية كده. إيه وقعدوا يعني يكلموني ويضحكوا فيا علشان اروح اكلمه، طبعا ما كانش الا مختلطه فما رضيتش اروح، فجولي البنات بقى قلت لهم ايوه بقى اللي عايزين يكلموني بعد كده البنات تبعد عن الاختلاط. قعدوا بقى يغنوا لي يا تمر حنا تمر حنا خليتي بينا وبعدتي عنا، ايه هل وايه اللي انت عاملاه ده، وبعدين انت عايزه تقنعينا بقى ان انت اللي هتعرفينا الدين يا عم انت لعب في الدين، طب بس انا اروح اتعلم الصلوات والدنيا الاول. امر طبيعي انك لما تبقي في بيئه وبعدين تحاولي تمشي على الطريق الصح لازم يجيلك ناس يظبطوكي، لازم. مش عايزه اقول لكم انا يعني لولا ان انا على الهوا دلوقتي ممكن اقولها لكم في الاجتماعات الخاصه ان شاء الله، مش عايزه اقول لكم مين كرامه درجه اولى يجيبوا صحابي يضحكوا عليا ويعملوا على لبسي مش عارف. وايه بقى الشراب اللي انت لابساه ولازم تلبسي هو انت مش عارفه ايه كل الكلام، بقيت ابص لهم واضحك كده اقول لهم يا والله هو في ناس ليه، طالما خدت قرار ان انا بتاعت ربنا، خدت قرار ان انا هلتزم، خدت قرار ان انا في طريقك يا رب، مالكيش دعوه. هيقولوا يا حبيبه اقسم بالله هيقولوا من هنا للصبح، وهيقولوا هيفضلوا يقولوا هيفضلوا يعملوا وانت ثابته. ليه؟ اصل انا في جنب الله. لا تتضايقي ولا تعملي ولا انت اللي بقى اللي مستنكرين عليكي امر، او لو غلطتي مثلا في حاجه ما لسه بتعلم يا جماعه والله مش لسه بنتعلم. ما واحده بتصلي جنبي بتعمل كده بقول لها ايه اللي انت بتعقديه على ايه ده؟ معرفش.
طب قبل ما بنقول السلام عليكم وبتقعدي تقولي كده حاجه، استحاله يكون كل ده التشهد يعني. معرفش. طيب جه مره اختي بتسالني مش عارفه كان فين، قلت لها لا والله في، قالت لي هلا ده احنا كذا دورنا عليك بس تكون في حفله وانا شي اغاني، ما مش انا شي كانت اغاني بقى. قلت لهم لا والله ما بسمعش عربي بس اسمع انجليزي بس. قالت لي لا وكذا والسماع وواحد، قلت لها والله ما اعرف، احنا ما نعرفش واحنا بشر زي ما قلت لك يا، احنا بشر امر طبيعي ان يحصل، هنقع وهنغلط بس نقوم ونستغفر ونتعلم. تمام، احنا على طريق ربنا وعلى الطريق ده ما تلاقي الدنيا حفه الجنه بالمكان ودنيا، وما شاء الله دلوقتي ما شاء الله عصر الفتن العظيم اللي احنا فيه يا رب نجينا منه، امر طبيعي. لكن اسمع اللي بقول لك عليه، يا رب انا ماليش غيرك، عشان خاطر يا بنات اسمعوا النصيحه دي، يا رب انا ماليش غيرك يا رب، ولا يا رب انا مسكينه. وشوف تكفيف المنابع التربويه والايمانيه، نادر لما تلاقي حد ياخدك كده ويطبطب على قلبك ويقول لك يلا روحي لربنا، انت بتاعت ربنا. واحنا كنساء قلت لكم والله ما لنا حل الا جنب الله، ولا لنا حل الا كان في الله عز وجل، ولا هتقولي لي عريس ولا عيال ولا اب ولا ام ولا الكلام ده، هو ربنا. روحي واطلبي الاعانه من ربنا، الاعانه والاستعانه بالله باسم الله المعين، يا رب اسالك باسمك المعين عني يا رب، عني يا رب. خلاف ما اقول يا رب اديني كذا، ده دعاء، انا ده دعاء. اما الاستعانه يديكي على قدره هو، مش على طلبك انت في الدعاء، طلبك احنا ما عيننا قصيره مش فاهمين حاجه، باصين كده حبه كده تحت رجلنا. لكن اسم الله المعين والاعانه طلب العباده، عباده الاستعانه بالله عباده منسيه، ان انا اقول له عني، لا مش هيديك على قد ما بتقولي، بس يعطيكي على قدر الله عز وجل. عشان كده دي حاجه من السنن المهجوره عايزين نحييها، اللي يحييها ربنا يحيي قلبه عند موات القلوب، والله وتبقى دي بركه اللايف بتاعتنا النهارده. فالاصل يا بنات ان احنا بتوع ربنا، وما تسمعيش يقولوا لك يا اللي كذا يا اللي كنت يا اللي عامله لنا شيخه بقى ووقعتي في، يا ستي بنتعلم يا جماعه، ما بنتعلم هنعمل ايه يعني، بنتعلم. بس خلي وليك ربنا من الناس كلها، الله سبحانه وتعالى يا رب يتولانا بفضل، اللهم امين. ايه تاني؟ والاول انا كده طولت عليكم ولا هنقفل ولا ايه؟ اول ما تزهقوا قولوا لي. حبيبتي والله مستمتعين. اما تزهقوا قولوا لي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتسال بتقول تنظيم الوقت في الجامعه وازاي نوازن بين الدين والدنيا. طيب انا هقول لكم خطوط عريضه، لان دوره تنظيم الوقت دي بتاع 6 ساعات ب 15 ورشه عمل، تمام كده؟ ان شاء الله باذن الله انا اوعدكم ان احنا نكرر اللقاءات دي، ان شاء الله نعملها على الزوم ونطلع لكم السلايد هنا وتاخدوها، او يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب، يعني انا ناويه يا رب، انا ناويه والنيه خالصه لله ان شاء الله، بعد كده تبقى اللقاءات حضور يعني، ما تبقاش خلاص بقى يعني، خلاص كفايه علينا 2 سنين زوم يعني كفايه. ان شاء الله بعد كده ان شاء الله نتجمعوا في حوش الجامعه، ان شاء الله نتجمعوا في اي حديقه على البسور، ما تخلصوا امتحانات تعالوا قولوا لي يا خالته احنا كذا كذا، ويلا نعزمكم يعني، نعزمكم على فطور يعني، نعزمكم على، المهم انه على البسور عشان يعني ايه نفسيتنا. طيب موافقين ولا مش موافقين؟ طيب خليني اقول لكم على موضوع تنظيم الوقت، انظم وقتي ازاي وادير وقتي ازاي. خلوا بالكم من الالفاظ اللي انا بقولها، تنظيم الوقت شيء واداره الوقت شيء. تنظيم الوقت ان انا بكتب بالورقه والقلم، انا عندي محاضره من 9 ل 10 وعندي من 10 لكذا وعندي كذا، وبعدين بروح البيت مقتوله لازم ان شاء الله عليا يعمل الاكل ياخد مش عارفه ايه يغسل، وهنام ساعه راح اليوم واصبح تاني يوم، لا. تنظيم الوقت ان انا اشوف الفراغات ما بين الوقت والوقت، واعمل حاجه اسمها دبل تايم او تريبل تايم، دي ان شاء الله هتقولها لكم في الدورات وعد مني. لكن مبدئيا اكتبي، مبدئيا اكتبوا يا بنات، اكتبوا انا عايزه ايه، ومستهدف اليوم مثلا، مستهدف اليوم الماده الفلانيه هخلص فيها مثلا باب او بابين، ان شاء الله اقراها في المواصلات، ان شاء الله اقراها وانا بنام، ان شاء الله بعملها. لكن افضل حاجه اداره الوقت، هما همها الساعة اللي فاضلة هي الساعة، أديرها إزاي؟ هو ده اللي نتعلمه.
وازاي ان انا بعد ما ادير واحط مثلا خطه ازاي اطلع من ذاكره متوسطه المدى لذاكره طويله المدى عشان ما انساش، عشان ما شاء الله علينا بخار بخار ريشه. تقراي من هنا الله بياضه، فاكره ان كان في كده. لا ازاي نتعلم كل ده باداره الوقت. ان شاء الله لكم وعد مني باذن الله تعالى ان احنا نعمل لكم، لان دي من اهم الدورات، مش تنظيم الوقت بس، ادارته من اهم الدورات اللي المفروض بنات جامعه يعرفوه. ايه تاني يا دكتوره؟ ازاي نتعامل مع الناس اللي بتسخر من الاراء بتاعتنا؟ ولما اجي انصح يقول لي شوفي نفسك وما تعمليش نفسك شيخه. الله العالم الفظيع دي. قولها يا حبيبتي انا مش بعمل نفسي شيخ. اولا اتعلموا الردود اللي انا هقولها لكم دي، ان شاء الله المقطع ده ممكن يتسجل او تكتبوه، اتعلموا ده. حبيبتي انا مش عامله نفسي شيخه، انا بشيلها من عنقي بس بفكرك عشان ما تجيش تتعلقي في رقبتي على الصراط واحنا ماشيين. تقولي انا ما اقولش، انا بقولها لك حسبة الله ان انا اسال على كده. نصيحه لمين يا رسول الله؟ يا رسول الله لله ورسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فاحنا بطلعها من عنقي، مش عشان عامله عايزه اعمل شيخه، والله يا ريت والله نبقى مشايخ، لكن ومش صبه يعني، لكن انا مش بعملها عشان كده، انا بعملها عشان ما تجيش تساليني يوم القيامه على الصراط وتقولوا يا رب امتنعت ولم تمنعني. تقولوا له يا رب عرفت وما قالتليش؟ اقول له يا رب قلت لها وردت عليا، ردت عليا وقالت لي كذا. قولي كده بس بحب، لان مش المستهدف ان احنا نقرز الناس، ماشي؟ عشان في ناس ما شاء الله عليها حلاقين لا مع احترامنا للعلاقه، في ناس بتنقرز بجد، في ناس فظاع وظيفتها. يا بنتي هي المستهدف انك تتصعدي تتقليلي منها وتحقري منها وتعملي منها، ولا المستهدف انها تعرف الغلط؟ لا ما احنا لازم نعمل عليهم اساتذه. لا 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 ده مش سمت، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. هو ده احسن القول، مش حسن القول، احسن القول. وتخير وكون كذا. يعني مثلا المشكله الاخيره اللي حصلت على الميديا في الاراء، ما تقول يا عم الرأي الشرعي على راسنا وعلى عنينا يا عم، بس طريقتك في أولان الأمر وحشة قوي. ياش تخيل أنا بقول لك يا اللي فاسدين عقيدة، يا اللي ما عندكوش عقيدة، يا اللي ما عندكوش الولاء والبراء، ولا تقول لك إيه مين ولاء؟ بتخاطب عامة، بتخاطب عامة ما هماش عارفين حتى المصطلحات. قول بس بالأسلوب. قال للناس بقى كذا، هو ده الدين بقى؟ علاش مش عايزين الدين ده؟ هو ده ربنا اللي قايل؟ فمين بالراحة قول، ولكن قايله ازاي؟ قول وقول بلفظ وقول بحرف، بالراحة بالراحة. الناس مش فاهمة حاجة، ده احنا بنأسلم الناس من اول وجديد. لما تيجي تقول لك وتسخر منك وكده، اسمعوا بنات مني التاسك، اسمعوا مني الامر ده. هي قالت، بصوا كده في عيني، بصوا لها كده 5 ثواني وانت بصة كده في عيني، ولا بضحك ولا بعمل، تمام كده؟ بعد ال5 ثواني قولي لها انا ممكن ما اردش، لكن انا بعرف ارد. انا مش بقول لك كده علشان ابقى شيخه والله وده شرف ليا، لكن بقول عشان اطلعها من عنقي، لاني سمعت عن رسول الله صلى عليه ان يوم القيامه على الصراط بيتعلق فينا الناس صحابنا وقرايبنا اللي شافونا بنعمل صح واحنا ما نصحناهمش. فانا بقول لك عشان ما تعلقيش في رقبتي يوم القيامه، خلاص انا قلت لك هقول له بقى ربنا قالت عليا كذا كذا. لكن لو وصل الامر للسخريه، لا انا لا اسمح ابدا ان حد يقول لي اللفظ ده او يتعدى. يا جماعه انا احب اللي يتعامل معايا زي ما بكلمه باحترام يكلمني باحترام، هدوء، بهدوء وسماجه، بهدوء، وتبقى عارفه ان ده لا يا بنت يا اللي كلام بقى ولا تشتمها. لا 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 ما بحبش كده. بس اول حاجه بتعملي ايه؟ بصي بتعملي ايه؟ 5 ثواني تعدي كده على صوابعك وانت باصه كده ساكته، والكل متوقع بقى تقولي ساكته. انا بديها ايه؟ في حاجه غلط حصلت، في ايرور حصل، تمام كده؟ بس لكن لا هننزل لمستوى الرد السيء ولا هنسفه ولا كده. زي دي محتاجه ردود مسكته وتبيين نيتي في الامر، وبعدين تسيب الكره في ملعبها بقى. بس تحطي الحدود بتاعتك، محدش هيتخطاها، حد يقلل منك ولا يعمل منك ولا يشتمك ولا حوالا، حد الشيطان. انا بحب اتعامل كده ان بعاملكم باحترام، تمام؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يعني ممكن
حاليا دلوقتي سؤال بيقول ازاي لو تعديت الحدود في التعامل مع الشباب نرجع مرة تانية؟ يرجعوا مرة تانية لإيه؟ فاهميني السؤال تاني. يعني ترجع تتعامل بشكل كويس، بشكل محترم أو كده، لو تمام، توقف الدنيا. يعني مثلا هو متعود ان هو يتكلم على الخاص بكذا، ما ردش، اعمل سين كده وما ردش. طيب يتصل، لا والله هرد على الجروب الخاص، لا ما كده. هو ذات نفسه ما يجرؤش، اسمعوني، ما في شاب يجرؤ ان هو يتعدى حدوده معاكي الا اذا سمحتي انت. انا بقولك اهو، ما في شاب يجرؤ انه يتعدى حدوده معاكي في الكلام او في الحوار او في الاختلاط الا اذا سمحتي. طب لو انت وقفتي هيقف. عشان كده كانت سورة النور اولها ايه؟ كان العتاب على الانثى الاول. بس مين اللي عندها ميعاد؟ اسماء 9:30، كلمي يا اسماء، شوفي عايزه ايه. لا حضرتك الاول، انا مبسوطه جدا ان انا معاكي والله. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا اسماء. حضرتك دلوقتي، هو انا في ذنب عملته تقريبا من 5-7 سنين. تمام، ما تقولهوش. لا مش هقوله، انا سامع حضرتك قبل كده يعني. تمام. ف دايما لما اطلب حاجه من ربنا وادعي وما تتحققش الحاجه دي، او مثلا شايفه ان حاجه كويسه جايه لي، اقول اكيد ربنا منعها عني او دعائي مش واصل له بسبب الذنب ده. فطبعا ببقى حالتي ميؤوس منها جامد. الحاجة التانية بقى، ودايما بعاتب نفسي بقى ازاي انا عملت ومش عارفة ايه والكلام ده. حاجة تانية بقى، في حاجة بعملها غلط ومتأكدة ان هي غلط، وكل مرة اقول يا رب انا مش هعمل الحاجة دي تاني، مش هعمل الحاجة دي، انا مش هرجع، مش هعمل الغلط ده تاني، وارجع تاني وافضل عاتب نفسي تاني وادخل في مراحل اكتئاب وحاجات وحشة. طيب انا مش عارفة ايه. طيب خليني الاول أنفي عن الله عز وجل هذه الصفة وهذا الظن. مش حال رب أبدا، أصل أنت عملتي فهو لا. أنا عملت ذنب 5-6-7 سنين فاتوا، وجيت تبت من عليه وانتين، حاجة ما تحققتش، ده الخير. إحنا اللي جاهلة مش شايفين. بس لو بصيتي على قدام كده، وهما تتروحي عدد السنين وتطلعي قدام، يا ربي ده يا رب كان مؤخر الامر ده عشان كذا، عشان حكمة ربنا في كذا. فالخير كله في فعل الله وتقدير ربنا وحكم ربنا في هذا الفعل. يقدر المقادير ويوقت المواقيت ثم يسوق المقادير الى اوقاتها، الوقت هون اللي صالح ليك. فابدا ما تظن ده يا بختك انها ما استجابتش في الدنيا. بكره فكرك وتقولي ايه، احنا في 22 اهو، ونقول يا رب احنا كنا في سنه 22 بنجاوب على سؤال لجامعه سواس بيقولوا ان انا ما استجبش ليا، فحاسه ان ده ذنب. ده بالعكس، يا ريت كل الدعوات الناس يوم القيامه يقولوا كده، يا رب ولا دعوه تستجاب، ما الدنيا راحت بقى. احنا عايزين كل الدعوات فين؟ اللي في الاخر. تخيلي في الاخر الدعوه اللي ما تستجابش ديت، لان الله عادل، ادعوني استجب، ما استجبتش في الدنيا تستجب في الاخره. يقولك اختار. تخيلي، بلاش تخيلي، شوف انت بعقلك كده ومنطقك ايه اللي ممكن هتطلبيه من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه في دعوه. الجنه يا رب، النبي على السلام نبقى معاه يا رب، الفردوس يا رب، نجيني من النار يا رب. فالناس كلها تتمنى ان ولا دعوه استجابت. فده الخير. نقطه ان انا بقى اعود فالشيطان يأسني واكتئب، لا، اصل ده حال الشيطان. هو اقسم وعزة قال كده، وبعزة وحلف بعزة ربنا ان انا هغويهم. فحربك دايما مع وسوسة الشيطان والنفس بقى، ما شاء الله عليها يعني غلبت في ظل الفتن دي. لا، حربك مع اعوذ بالله يا رب، اعوذ بالله يا رب، قويني يا رب، عيني يا رب، خليني يا رب. طب ودايما خلي عندك حسن ظن في الله، بالله عليك اللي نجاكي وسطرك وتابع عليك وعرفك الصح والغلط، وخلى قلبك فيه الغصه ديت اللي بتعمل دي. هيجي يوقعك في الذنب تاني، ولا يجي ما يفرلكيش، ولا يقوم حايش حاجه بحد. لا، احنا نحسن الظن في الله، وده وصيتي لكل بنت، احسن الظن في الله. ها، ناخد اخر سؤال بقى. شكرا جدا. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك، الله يكرمكم. ايه، كنت عندي سؤال بس. اتفضلي.
طيب ايه حل مشكلة عدم الرضا الدائم اه والمقارنة مع الناس من كل حاجة، ماشي. مع ان انت بيبقى عندك حاجات كتيرة متوفرة بس انت مش شايفاها حلوة، فاهماني؟ ايوه طيب خلينا الاول، ايمان بتقول عايزه تنشد انشوده، ماشي ايمان بعد ما جاوب السؤال ده انشد لنا انشود. طيب خلينا اجاوب على صاحبه السؤال وهي نعم. يعني في اسئله كتير اتعرضت حاضر على الجروب ح... 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 البنات. حاضر حاضر، مديلكوا 7 دقايق كمان. كويس تمام. طيب انا بس مش عايزه اطول دقايق عليكم عشان ما تزهقوش يا بنات، بالعكس والله يا خالد. احنا ان شاء الله خلصوا امتحانات، وهو ليكم وعد مني اهو على الهوا، خلصوا الامتحانات وايمان تكلمني تاني او شوفوا مين المنور تكلمني، وان شاء الله اعمل لكم يوم نعيش حياتنا فيه. مش عايزه اقول لكم هنعمل ايه، نتجمع كلنا. اه والله يبقى ايفنت مجمع كده، والبنات جامعه وانتوا اللي تختاروا لكم ان شاء الله. يا رب في رقبتي هذا الوعد باذن الله، لو ربنا احيانا وما متش يعني، والقيامه ما قامتش. ان شاء الله. طيب الله يبارك فيكم يا بنات. شوفوا بقى، عايزين نطلعوا في عباره، عايزين نبقى في فندق ونعيش حياه الملكات، شوفوا بقى، المهم نبقوا مع بعض. احنا اغلبنا في جامعات، المشكله ان احنا اغلبنا في جامعات مختلفه، يعني احنا كلنا دلوقتي بره اسطنبول غالبا. خلصوا امتحانات مش هتخلصوا، هتيجوا بعد الامتحانات؟ لا يعني احنا في اماكن مختلفه. طب نبقى نحدد اليوم وتعالوا، وانا عليا اليوم بترفيهه بعزومته. عليا موجود من ناي خلصوا ان شاء الله، نتقابل في اسطنبول والباقي ممكن يكون نفتح لهم لايف. يا حبايبي يا حبايبي. طيب خلينا اجاوب، انا نسيت السؤال كان ايه، شفتوا بقى نسيتوني السؤال بتاع ايمان. لو حد يفكرني بالسؤال. عدم الرضا الدائم. عدم الرضا، الله الله على ده سؤال، ده عايز ساعتين لوحده. صعب دي السؤال. حل عدم الرضا، اصل انا بحب بصه ايه واعمل ايه، ليه يعني هنقعد ننظر؟ لا، حل عدم الرضا في ان انا اشوف النعم اللي عندي. إيه ان في فرق ما بين ان انا مش راضيه، وفي فرق ان انا عندي همه وعزيمه ان انا اكون احسن. حلو، همه وعزيمه اكون احسن، ده حلو، واكون راضيه بما اعطاني الله عز وجل، وتقول انا عندي نعم شوفيها واكتبيها واحمدي ربنا سبحانه وتعالى عليها. يعني مثلا خدي ايه النهارده، مثلا 3 نعم او 5 نعم في الصلوات الخمسه كلها، لك الحمد، الحمد لله رب العالمين 17 مره هتقولي الحمد لله رب العالمين على ال5 نعم اللي انت شفتيهم دول. يا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم عليهم ايه هي، اكتبي اكتبي. انا اعرف ناس بيجيبوا 3000 نعمه وموجودين موجودين، اكتبي الكلام ده وشوفي انت عايزه ايه، وايه اللي عندك، وايه اللي يخص ايمان عن ايثار، وايه اللي عندي ايثار دون عبير. شوفي الحاجات دي مهمه جدا، مجرد ان انا اشوف النعم واحمد ربنا عليها واشكر ربنا عليها وابقى ممتنه القلب بيها، لكن الهمه مطلوبه، لكن ما اقعدش اقارن في نفسي انا عايزه ابقى السوبر مش عارفه ايه واللي كذا. انت مش على الطريق وبتحاولي، وعلى الطريق وبتحاولي، خلاص توكل على الله، خلاص هيدجيك وهتبقي زي الفل. بس حتى لو ماشيه ماشي السلحفاه، احب الاعمال الى الله ادومها وان قلت، بس دومي. والحاجه الجبل الكبير، ما هو كان اصله حصى صغير كده وبعدين بقى جبل كبير، فما تستصغريش. المهم ان انا ماشيه في طريق الامر ده، ودايما احمد الله سبحانه وتعالى، ودايما احسن الظن في الله، ان اللي انت يا رب قدرته لي ده هو الخير يا رب، واللي انت عملته لي هو ده الخير يا رب. تمام كده، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم الرضا عن الله. تعرفين اللي مش راضي معناه ايه يا بنات، ودي حاجه توجع القلب، انتوا عارفين اللي مش راضي ده معناه انا مش عاجبني، استغفر الله، انا مش عاجبني الفعل اللي حصل من ربنا، انا مش عاجبني الفعل ده، لا لا مش احنا ان شاء الله يا رب، مش احنا، انا راضي يا رب، وممكن اكون مش شايفه الخير فين دلوقتي، بس انا عندي يقين من جوه ان فعلك خيريه مطلقه وحكمه مطلقه. دي عقيده، دي الف بقى عقيده. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم الرضا، اللهم امين. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتورة بعد اذنك، عادي لو كان ده عادي لو ايه؟ هو الخط الصوت قطع، فلو تعيدي السؤال تاني. اقرأ الأسئلة القديمة الأول. الدكتورة بتقول عادي لو سألت آخر سؤال. لا خلاص، انا ما في ثلاثة رافعين ايديهم اهو، انا اخدهم بقى ها عشان ما حدش يزعل. قلتوا في أسئلة قديمة اتكتبت فمحتاجين نقرأها في الأول. طيب شوفوا ايه اللي موجود، انا معاكم اهو يا بنات بس بسرعة. طيب الناس اللي على الابس التاني اللي على اللايف اللي بيقولوا ان عايزين، والناس اللي في فلسطين وكذا، ان شاء الله نعمل ايفنت مجمع لبنات جامعة في الصيف، يلا هنعلن عنه اهو من دلوقتي. تعالوا معانا، يعني دول اللي حضروا معايا النهارده على الزوم دول لهم دعوه خاصه. خلاص الناس اللي هتيجي التانيه ان شاء الله اما نعلن تعالوا، واحنا نعيش اجمل 3 ايام بقى، نعيش حياتنا بقى، ارجوكم ارجوكم. هنعلن عنه على الصفحه يا بنات. حاضر، السؤال ايه يا ها؟ ملتزمة بنفسي الحمد لله، بس لكن مناظر البنات وشكلهم، وخاصة ان كنت مقررة ان انا مش هخلع بناطيل، وكنت مقررة ستايل للجامعة، بس الحمد لله ربنا هداني ومن عليا بلبس الشرعي. لما بشوف بنات لبس اللي انا كنت عاوزة البسه بتزعل، يعني ازاي ابعد الفكرة دي من دماغي، بالاضافة ان انا موهوبة حب الموضة واستغلاف لبس كده. طيب اولا جزاك الله خيرا ان ربنا ثبتك وان انت التزمتي باللبس الشرعي والكلام ده، واعرفي ان موضوع اللبس ده هيفضل يراود، لان احنا بنات امر طبيعي اللبس يعمل لنا قلق وبتاع، وعايزين نلبس ونبقى مامير وشيك والكلام ده. اللي فيكم قاعد في يورت او عنده اليوم بتاع الاجازه تمام، بعديهم بيلبسوا ويعيشوا حياتهم. احنا بنعمل للبنات يوم اسمه ضلع البنات ان شاء الله باذن الله، اللي هيجي معانا في ايفنت الصيف ده باذن الله، معرفش يعني هو شكله هيبقى مخيم ولا ايه كده، معرفش لسه، لكن خلينا نقول ان احنا هنعمل اليوم ده كله ده البسي اللي انت عايزاه مع مراعاه العوره المراه من المراه جوه البيت والايفنت بتاعتنا، ونعمل بتاع وحنة وهيصه، وهنعمل شغل كبير جدا. اشبعي الرغبه اللي هي طبيعي فطره فيكي، ما حدش يقدر ينكرها عليكي، ما نلبس، ما هنعمل اللي احنا عايزينه، ما تشرفيني ولا زعر ولا ان شاء الله تشيل الزعارير كلها، ولكن يعني اللي يحل له فقط ان يراك، لكن بره للرجاله اللي بره الشنبه اللي بره تشوف ليه، حاجه مش بتاعته، حاجه مش بتاعته، فمالوش ان هو يشوف زوجك بس، اهل بيتك من المحارم وهكذا مع مراعاه العورات. لكن عايزه ان انا جوايا طبيعي، انا بقول لك اهو طبيعي انك تحسي بكده، بس وظفيها صح. خلينا في يوم دلع البنات ونعيش حياتنا فيه مع مراعاه العوره من البنوته للبنوته. ولو في عندكم جروبات يا ريت مسؤولات الجروبات او الجلسات اعملوا يوم للبنات كده، اعملوا يوم انه كده ابنكم سكربات بقى وبتاع روتين شعر وضوافر وحاجه عايزه بيفرح، وعلى الاقل نبقى شايفين نفسنا حلوين. تمام كده؟ في سؤالي خلته بتقول بخصوص الفعاليات، شاركت قبل كده كتير في اكتر من فعاليه، وبعد اتمام الفعاليه الاخير كذا حد لمح لي ان انا ظاهره قوي ولازم اسيب لغيري مكان الظهور، على الرغم ان انا ما بعملش حاجه، وده طبيعي انك اجتماعيه وبعرف اتعامل كويس، في الاخر طلعت من كل حاجه علشانهم، علشان مش اسمع منهم كلام ده تاني، علشان خاطرهم منعت نفسي من كل حاجه لاني مرضت من ورا كلامهم. السؤال هنا لازم أمنع نفسي فعلا ولا أسيبهم يقولوا براحتهم؟ أكبر غلطة عملتيها يا صاحبة السؤال، الناس بتقول أنت اجتماعية وسيبي النفس الغير، طب أنا بعرف أعبر عن نفسي وحامية وبعمل، عشان كده بنقول تقسيم المهام في أي عمل تطوعي أو أي فعالية، تقسيم المهام، أنا عارفة مهمتي، طب لقيت تقصير في مهمة الآخرين مين المسؤولة؟ ما ده بقى الهرم التنظيم، مين المسؤول؟ أو إدارة عمل، والله فلانه هي اللي المفروض ماسكه نقطه المسرح او ماسكه نقطه النظام في الكريدور الفلاني او في الممر الفلاني او ماسكه الفي اي بي اللي داخل، يا فلانه عندك في النقطه الفلانيه شوفي محتاجه ايه انا ممكن اساعدك، ها، بحيث ان انا الفت نظرها، تلفت نظر التيم اللي تحت ايديها، وفي نفس الوقت انا لكن ذنبك انك تعرفي تعبري على نفسك وبتاع، بس ما خدش دور، يعني ما طحش بالاخرين، لكن يبقى كلامهم يقعدك عن عمل وعن حاجه انت بتحبيها، لا انا عايزه اقول لك انك هتفضلي منطلقه كده ما شاء الله عليك، هتفضلي منطلقه كده والدنيا وبتاع. اللي زي دولت بناخدهم في التحدث الجماهير، في تجميع يبقى القائد المجمع، لكن ما تبقيش القائد الفرد، يسقط
قد الفرد ده، انا النجم، انا اللي انا صورتي انا يا اختي. فعليه عاملينها مش عارفه فين، مش ظاهر اي حد من اللي عمل اي حاجه، هو فلانه بس ولا فلان بس، غلط. لكن القائد المجمع يجمع القلوب حواليه ويعمل ويفوض مهام. عشان كده لازم نحفظ ان شاء الله باذن الله نعمل معاكم موضوع تنظيم الوقت واداره الوقت وموضوع التخطيط السليم نعمل فيه ايه. لكن ما تسيبيش ادي مش حكايه ادي مساحه، لو في حاجه في شغل غيرك ارجعي لها او الفتي نظرها. مفيش وانت اللي كده، هي النمله استنت؟ النمله عملت ايه؟ ايه لا يحتملنكم سليمان وجرى اوع. وهي كان دور، ما كان ممكن تقول انا مالي محدش كلمني، وانا كلفت بس ان انا شو او انجب ناس، مش هلحق هندس تحت الرجلين. لكن لا، المبادر صاحب الشخصيه الاجتماعيه، صاحب المهارات، التواصل الجيد عنده، الطريقه الجيده في توصيل المعلومه، كل الكلام ده لا ده حاجات حلوه. ولو عندك قياده صحيحه سليمه معاكي هتوظفك اجدع توظيف. دول بيبقوا في الاتش ار والعلاقات العامه وحاجه تحفه جدا. بس فنصيحتي ليكي ارجعي بقوه. ايه تاني دلوقتي؟ في بنات، بعض بنات رفع ايديها، ممكن طيب انا هستاذنكم اخر حاجه يعني كده، لان انا لغيت جلسه صلح يعني في وقت عشانكم، يعني قطعنا عشان قالوا البنات وكانوا مستنيين قلت لهم لا، الا البنات فقطعنا جلسة. فانا هستاذنكم بس ناخد واحده بس، وان شاء الله وعد مني ليكم انا معاكم، واللي هيجي اسطنبول هشيله على راسي. تمام كده؟ ان شاء الله. يلا بالله. يلا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ساكنة في يورت بنات، وبعدين واخدة غرفة ثنائية، ففي من فترة بسيطة جت معايا بنت مسيحية. تمام. فواحدة صديقتي في الجامعة قالتلي إن أنت كمنتقبة المفروض أنت بتتعاملي معاها كأنها أجنبي. في الغرفة. يعني انت منتقبه بتلبسي قدامها النقاب، مش ينفع ان انت تلبسي بالبيجامه باي كده، انت بتعاملك معاها كانها واحد اجنبي عنك. فهل دوت طيب؟ انا يعني خليه اجابه السؤال ده سؤال فقهي، انا عارفه الرد طبعا، لكن بما اني واخده عهد على نفسي ان انا ما اجاوبش على سؤال فقهي. تمام كده؟ فانا هبعت لاحد المشايخ اصول الفقه، اساتذه الفقه المقارن، وهجيب منه الاجابه وابعتها لايمان على الواتس، تبعتها له. تمام كده؟ تمام يا خالتي. يلا وياك اخر. ابعت الرقم بتاعها وانا ان شاء الله ابعته له. تمام. يعني يبقى مع ايمان. ايمان ايش انت اللي بتتكلمي يا ايمان؟ انت اللي تواصلتي معايا؟ ايوه يا خالتي. ماشي يا ام منى، جميل نتواصل. جميل يا خالتي. تمام خلاص. انا هضطر. طب ناخد، ماشي ناخد حد من اللي رافع ايده. ماشي بسرعه. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره، اول شيء انا كثير بحبك عن جد، وبحضر فيديوهاتك على اليوتيوب وكثير بتاثر فيهم. احبكم الله يا بنات، وعن جد كل ما بحضر فيديوهاتك بدي عن جد الله يكتب من امثالك يا رب. الله اياك وحبايبي. دكتورة بدي أسألك، هلا أنا صار لي فترة بتركيا، صار لي تقريبا شي 8 سنين. أول شي كنت في مدرسة عربية، بعدين رحت على مدارس تركية، وبعدين دخلت الجامعة التركية. فلاحظت بالمدارس التركية ما بيعطوا ديانة مثل إنه عنا، ما في كتير إنه تعمق فيها، بس سطحية. إيه تقصدي إيه؟ العلم الشرعي يعني؟ نعم. العلم الشرعي؟ أو ما سمعتش صوتك راح في كده، تقصدي إيه اللي ما بيعطوه؟ ايه دكتورة، الديانة، العلم الشرعي. علم الشرع. تمام. ايه ما بيتعمقوا فيه كتير، بس انه سطحية. ايوه. ايش الحلال وايش الحرام وهيك. صحيح. وانا كمان هلا انه دخلت تخصص ما في عنا حصة ديانة. فدكتورة بحس حالي شوي هيك متراجعة، بخاف من هذا الشيء كتير، فشو بتنصحيني اعمل؟ اولا لو انت متابعه زي ما بتقولي كده، تعرفي ان انا من اصحاب الرايات كده، وادعم التعليم الموازي، سواء العلم الشرعي او العلم الدنيوي او اثقال المهارات. مفيش حاجه اسمها كده، انت عندك
كذا أكاديمية، خدي منها وكلها مجاني. عندك هنا في اسطنبول أكاديمية وقف الفاتح، وعندك أكاديمية الشريف اللي موجودة في الفاتح ذات نفسه، وعندك المجموعة برضو مش فاكرة أسماء، أكاديمية إيه بتاع دكتور وصفي، كل دول بيعملوا ما شاء الله في الفقه والعقيدة والسيرة والش كل الكلام الطيب. فأنا أهم حاجة إن أنت تاخدي أدي العلم الشرعي باخده من مشايخه من المصدر ذات نفسه، وبعد ما باخد العلم الشرعي انا ببتدي اوظفه. يا سلام بقى معاكي تركي، يلا تمام. طبعا هم مش بسهوله قوي يعني ايه، هم بيقتنعوا يقول لك لا الشيخ بتاعنا قال والكلام ده، ولكن كده هم فقه حنفي، والفقه الحنفي جميل جدا جدا جدا. وكنت يعني بقول يا رب لا ده انا فقه الشافعي على اساس ده اللي احنا يعني عرفنا منه، انا مش ازهريه ولكن درست جزء منه، لكن لا الفقه الحنفي بحر تاني. فطبعا الدخول بالمدخل بتاعهم بالفقه ذات نفسه، هم عندهم مدارس هنا جميلة جدا، اعرف منها في كونيا، وفي منها هنا في اسطنبول، مدارس دينية وتعلم الكتاب والسنة والكلام ده، يعني في كتير جدا بادي ان هو يتعلم العلم الحقيقي يعني. لكن ده ما يمنعش ولا يسقط عنك الدعوة الى الله، تعرفي تركي، اتعلمي العلم الشرعي وانصحي بيه، بس وضع الله سبحانه وتعالى يفتح لك الافاق يا بنت، اللهم امين. اولا يعني انا هضطر اقفل، ووعد مني ان شاء الله باذن الله يبقى لنا لقاءات تانية. يعني جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.